اهلا بكم في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن تكمله لحلقه تساقط الشعر عند الكلاب. الحلقه السابقه انا كنت جبت الكلب لاسي، كان في جزء من الشعر اللي في ودنها طار، وجبت ميه الاكسجين وبدات ان انا استخدمها علشان شعر ودنها يرجع تاني. في ناس طلبت انها تشوف النتيجه بعد استخدام ميه الاكسجين. النهارده هنشوف مع بعض النتيجه كانت ايه. تعالوا نشوف. دي ودن لاسي اللي كانت فيها الجزء اللي كان طار منه الشعر، زي ما احنا شايفين كده الشعر رجع. رجع تاني اهون، الشعر رجع كمان اهون. شايفين يا جماعة في حتة هنا كده، الجزء ده لما يظهر عندك علاجه بس انك تقصه بالمقص وخلاص، هو هيطلع تاني وهيبقى شكله كويس عادي. زي ما احنا شايفين كده الودان اهي طلع فيها الشعر زي ما كانت بعد استخدام مية الاكسجين تركيز 10. ده احنا